شو القصة؟ ليه طلبت إنه نلتقى هون؟ لتكون عملية تانية؟ مين أنقذ هالمرة؟ الوقت تأخر لتنقذ أي حدا. جد عم تحكي؟ عن جد. وصلنا لمرحلة ما عاد في مجال للخلاص بنوب. إذا نفت حدا رح يوقع حدا غيره. إذا هيك رأيك مثل ما بدك، بصدقك. من صغرنا أنت أشطر مني. طول النهار كنت عم فكر فيك. ضميرك أنبك لأنه عاملتيني بطريقة سيئة بالمطعم. قبل ما أجي شفتك برات المطعم. للحظة صدقت أنك حقيقة مو وهم. مو مصدقني مو؟ شكلهم ضربوني كتير هنيك، حتى ما عاد قدرت صدق شي. إذا هيك رأيك ما في مشكلة. يا ريتني قدرت لاقيك من وقتها. يا ريتني لقيتك من هداك الوقت. كان لازم تدوري علي لحتى تلاقيني. أنت عن جد مفكرني ما دورت؟ دورتي. حدا منكم شاف الغراب؟ صار له أكتر من سنة ضايع ولهلأ هو ما رجع على البيت. حدا منكم شافوا شي؟ لا ما شفنا حدا اسمه الغراب. خد وخد هي كمان. إذا شفتوا الغراب قلوا له ديلا ناطرتك لحتى ترجع. لا تنسوا. بس دورت، دورت عليك فوق ما تتخيل. بالأول بشكل طفولي، وبعدين بكل قوتي. طلعت غشيمة كل هالوقت وأنا عم دور على الغراب جبشي. أتاريك صرت أشرف الغراب من زمان. طلعت مغير هويتك وما لي خبر. لو عرفت هالشي آخ، بس لو كنت بعرف. مع هيك ما كان فيك تعملي شي. بس أنا الغلطان يا غراب. هذا الجرح أنا سببه. أنا سببه. وأنا السبب بكل هذا الظلام اللي جواتك. عم بعترف لك إني السبب بكل شي صار معك.
ومن الأول. طلعي فيه. عرفتي ما هيك؟ عرفتي الجرسون حكالك كل شيء. يلي حكالك يا خلاكي تعرفي المتورط لهالسبب انتي هيك مظبوط؟ اللي ما عملتها لا تكذب لو سمحت. لو كل الناس بتأكد انك ساويتها وانت بتنكر انا رح اصدقك، بس في عندك اي توضيح للشي اللي وصلت له بترجاك قوله. ما في بنوم، الحقيقة ما بتتغير. أنا كيف بدي فوتك على الحبس بإيدي؟ كيف بدي أقدر؟ خدي هذا سلاح الجريمة. قصاك ديلا، خديه مني. يلا خديه. أنا اللي أوصتهم. لحتى تنتقم؟ لحتى أنقذ أبوكي. لو ما قتلتهم كانوا رح يقتلوه بعد يقتلوني. الدليل والحقيقة بإيدك هلا. فيكي تعملي اللي بدك اياه. إذا هاي العدالة قبلان أنا تحت تصرفك. حتى إذا بتقتليني ما رح أحكي قبلان بكل شي بيجي منك.